اللي هو في سنة كام حصل ايه وتواريخ سرد لتاريخ وارقام وايفنتس بس، لكن لقيت ان هو بيتكلم كتير على الاركتكتشر وبيتكلم على حاجات دروس مستفادة وقصص وعبرات حصلت في التاريخ ممكن نستفاد فيها في يومنا النهاردة، ودي كانت حاجة ريفريشنج جدا، منظور مختلف جدا ممكن نبص بيه على التاريخ والحضارة والمعمار. انا شخصيا اول مرة يعني اكسبيرينس التاريخ بالطريقة دي. القصة عمري ما انساها في الكورس What goes around comes around، لان لقيت السيم بتاع الجملة دي يعني متكرر كتير في الدروس اللي خدناها والليكتشرز اللي خدناها، في نفس الوقت حسيت ان دي اكستنشن حتى النهارده لحد يومنا. يعني كان مواقف بسيطه تعملها مع حد، مش شرط طريقه وحشه، ممكن تعمل حاجه خير مع حد يرجع لك بخير اكبر بكتير انت ما تبقاش متوقعه. شخصيه عمري ما هنساها، ابن طوله، الاركتكشر اللي فيه والاساس اللي انا بحسه حتى اغلبيه الصور اللي بتبقى متصوره هناك بيبقى ليها طبع مختلف خالص، ما عندهاش ولع كبير قوي بالاثار والحاجات القديمه، برضه بتابريشيت المكان ده. فانا اخرج من الكورس ده ان انا الصراحه كنت فاكر الاول ان التاريخ حاجه للارشيف بس، ان هي حاجه حصلت ممكن نحاول نطلع منها كام درس، لكن قرارات بسيطه قوي اوقات بتشكل مجرى حضاره او حاجات، قرارات بسيطه الناس خدتها في يوم عادي، كان يوم عادي ممكن يبقى يوم حد عندهم، اثرت على حضارتنا واثرت على عليا لحد النهارده. صادق كمبيوتر ساينس وده اخر سمستر ده. كنت بشوف مجموعة ناس بتقعد في اللاونج تحفظ التاريخ وتقول بناخد Arab Heritage، وكان في مجموعة ناس صحابي بيقعدوا يقولوا لي دي فيها تريبس وحلوة، فأنا ما كنتش عارفة هي مين فيهم، بس أنا عادي بحفظ، فقلت خلاص أخدها كمادة. اكتشفت إن لا، يعني هي بيوند إن هي بس كورس، يعني هي كانت حاجة بصراحة حلوة جدا، استفدت كتير جدا، وخصوصا أنا الأماكن دي ثلاث أرباعها كنت زرتها قبل كده، بس لا ما كنت شايفاها بالشكل ده، فدي كانت حاجه مختلفه جدا بالنسبه لي، وكانت حاجه حلوه جدا بصراحه، وكنت عايزه اكررها في حاجات كتير، يعني حتى مش بس في التاريخ الاسلامي، كنت بفكر اكررها في كل التاريخ بقى، في حتى الاثار التانية كلها، يعني اكيد ليها وجهه نظر تانية غير اللي انا بشوفها بيها. اول كورس بشوفه هو بيجمع بين حاجتين، هو بس مش بيقول لي التاريخ كمعلومات وتواريخ قد ما بيقول لي على الاثر اللي هم شافوه، وبدرس الاثر ده بشوف كانوا بيفكروا بيه ازاي، كانوا بشوف الفن بتاعهم، مش بس الشخص ده عمل 1 2 3 او المسجد ده شكله 1 2 3، لا المسجد ده اتعمل بالشكل ده عشان الشخص ده كانت قصته كده وكان تفكيره كذا، فالميكس ده نفسه كان مختلف. محمد علي كان بالنسبه لي هو اكتر حاجه امبرسيف بقى، عشان شكله حلو بقى والقبب اللي فيه، ما كنتش يعني بعد بقى لما رحت المره الاخيره دي اللي هي بتاعه الكورس، اللي هو ايه ده انا كنت ازاي شايفاك كده. ضيفه لينا كانت جايه من امريكا، كانت جايه بالاسم انا عايزه ازور مسجد محمد علي، هي جايه تاني فهنصلح بقى الغلطه. نهى مجدي كمبيوتر انجينيرنج. كنت داخل كورس مش هاخد فيه اي حاجه وهتفسح شويه بس، بعد نسبيا بدات ابقى مهتم بفكره العماره، يعني ما كنتش مقتنع اصلا بقسم الاركتكتشر قوي، يعني ازاي ممكن الشخص يبقى كويس بس عنده اخطاء كتيره، ممكن يبقى العكس، يعني اصلا مفيش واحد فيهم بطل بالصوره السينمائيه المعتاده. يعني سلطان حسن تصرفاته انه اتسجن مرتين ويعني مسك حكم 3 مرات سوري، ومع ذلك كان بيحاول انه يبقى شخص كويس، وسؤاله انا مالي يعني ما خلاص امشي بقى وخلاص واعمل حاجه. يعني في يوم احنا رحنا جامعه والجامعة ده كان مقفول وقتها، احنا كان تخيلي خلاص بقى الرحله كده خلصت، يعني هو الاثار اللي عندنا متقسمه على الكام ليكتشر او كام تريب دول، فخلاص احنا كده خلصنا، فكده خلاص اخدنا بتوع التريب الجايه، هنعمل ايه تاني؟ فالتريب اللي بعدها كانت تقريبا اطول تريب، يعني وكان في حاجات كتير جدا، يعني مجرد علل فلان عمل كذا، يعني في يعني كاننا عايشين المكان، يعني كاننا رحنا وعشنا وسطهم وقلنا تخيل الجامعة دي كانت عامله ازاي وايه اتبنى بعد كده، ولو شلنا ده الدنيا تبقى عامله ازاي. حتى في صوره اللي هي بتاعت الابيض واسود اللي كنت وريتها لنا دي، فبيورينا كده تسلسل الزمن ايه اللي حصل عشان نوصل لدلوقتي. مهند ايهاب كمبيوتر انجينيرنج. يعني والله بجد فعلا يعني لو في دوكيومنتيشن ان اكتر امباكت، اكتر كورس امباكت عمل امباكت عليا في الجامعه هو فعلا الكورس ده. انا اخويا الصغير واخواتي، اخويا 9 سنين ولا 8 والله، اول ما خدنا الكورس فضلت احفظه واقول له بصي اياد ده مسجد كذا، ده عثماني عشان امانته كذا، ده مماليكي عشان كذا، بل كل ما نروح مسجد يقول لي بصي على السما، بصي المسجد ده عامل ازاي، والله العظيم بيقول لي بصي على السما، حتى عندنا مسجد في المدينه مسجد صغير عادي، بيقول لي بصي على السما بتاعته عامل ازاي، بشوف عمري يقول لي من غير ما يبص الكلام عليه يقول لي ده مسجد كذا. فمن كتر ما انا خدت معاه اقول له بصي كذا. اسمي نورهان اشرف، وده اخدت كورس في سمر 19، وانا حاليا كمبيوتر انجينيرنج وهتخرج السمستر الجاي ان شاء الله.